فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا. صدق الله العلي العظيم. حسنت. كفاني ظنا أن ترى في الحسين شفت آل مروان أضغانها. فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها. بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها. وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإله فنفس الأبي وما زانها. إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها. فشمر للحرب في معرك به عرك الموت فرسانها. وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. ركين وللأرض تحت الكمات رجيف يزلزل ثهلانها. أقر على الأرض من ظهرها إذا ململ الرعب أقرانها. تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الخوف ألوانها. ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له. أخلت الخيل ميدانها عفيرا عفيرا وللأرض تحت الكمات عفيرا. متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. فما أجلت الحرب عن مثله صريعا
يجبن شجعانها. سلام عليكم ورحمة الله. تريب المحيا، تريب المحيا، تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها، وقتلك صبرا بأيد أبوك ثنايا ثناها وكسر أوثانها. أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ظمآنها؟ ألست زعيم بني غالب ومطعام فهر ومطعانها؟ أبيات لرائعة من روائع السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه. الشعراء بكثرة، هناك مواقع في الانترنت أحصت آلاف، لا عشرات الآلاف من شعراء العرب فقط. عشرات الآلاف أسماءهم محصات، شعراء العرب بكثرة. أشعارهم أشكال بمستويات مختلفة، ولكن الذي يعرف الشعر ولو شيئا ما، حتى لو لم يكن متخصصا في الشعر، يعرف أن أشعار السيد حيدر الحلي في قصائده الحولية، سلام عليكم ورحمة الله، أنها شيء آخر. بعض شعراء العرب أشعارهم قوية جدا، ولكن قصائد السيد حيدر الحلي الحولية شيء آخر. لماذا؟ سيد حيدر الحلي نبي؟ وصي؟ لا، إنسان عادي حاله حال بقية الناس. قدرته في الشعر قدرة مثل قدرات بقية الشعراء، بمستويات أحسن من بعضهم، أدنى من بعضهم. لماذا سيد حيدر الحلي يرتقي هذا المستوى؟ لكلمة واحدة، أنه تعب في إتقان شعره. تعبير آخر، أتقن شعره. كان يقول قصيدة سنة كاملة، سميت بالحولية لأجل هذا، حول كامل يعني سنة كاملة، كان يزيد كلمة ينقص كلمة يغير كلمة ينقص حرفا، سنة كاملة يعمل على هذه القصيدة. قبل ما يقارب من 30 سنة كانت هناك محاضرة للعام الراحل السيد المرجع الراحل رضوان الله تعالى عليه، أتذكر بعض تفاصيل تلك المحاضرة.
جلس على الكرسي شبيه هذا الكرسي تقريبا، وبدأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. مضمون كلامه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عندي كتاب اسمه، هو يقول أنا عندي كتاب اسمه المدائح والمراثي. قبل أن أذكر كلمته، هناك كتاب المدائح والمراثي، لعل بعضكم رأيتم عندكم هذا الكتاب، كراس. قصة هذا الكراس، هو السيد ما ذكر قصة هذا الكراس، أنا كنت قد سمعت من قبل، قصة مشهورة. في أيام الأزمة الشديدة التي كانت على السيد وأهله وأقربائه في العراق، حكموا غيابيا على السيد، على إخوانه، على بعض أقربائه. فالسيد كان ينتقل من دار إلى دار، طبعا اختفى عن الأنظار، كان قد صدر بحقه حكم الإعدام، أينما يجدونه يأخذونه يعدموه، الحكم صادر غيابيا. فكان يبقى في دار فلان ليلة، في دار فلان ليلتين، في دار شخص ثلاثة ليالي مثلا، ثلاث ليالي وأمثال ذلك. ليلة من الليالي بقي في دار شخص من أصدقائه، ليس من رجال الدين طبعا هذا الرجل، فسأله: عندك كتاب للمطالعة؟ قال: لا، ما كان عندك كتاب. رجل عامل لعله: أي كتاب ما عندك؟ لا، عندي القرآن، عندي المفاتيح، ما عندي كتاب ثاني. السيد فكر ماذا يفعل في تلك الليلة، عمر يذهب، فكر أنه في تلك الليلة ينشئ أشعارا، قصائد في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ففي تلك الليلة أنشأ في المعصومين عليهم الصلاة والسلام في ليلة واحدة، في كل معصوم قصيدة كاملة عن مولده الشريف، وقصيدة كاملة عن استشهاده. يعني كم قصيدة؟ يعني 28 قصيدة في ليلة واحدة. واللطيف أنه كل قصيدة، عدد أبيات هذه القصيدة 14 بيتا. هذا الكتاب، هذه القصائد فيما بعد طبعت باسم كتاب المدائح والمراثي. أنا هذا الكتاب كان عندي سابقا، مطبوع أكثر من مرة، مطبوع الكتاب. فهو هكذا بدأ محاضرته في تلك الليلة التي أنا كنت حاضرا في محاضرته قبل تقريبا 30 سنة. قال هكذا، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عندي كتاب اسمه المدائح والمراثي. هذا الكتاب أبيات في مدح ورثاء أهل البيت، طبعا بالنسبة للإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، قصيدة في مولده الشريف وقصيدة في ظهوره، بقية المعصومين قصيدة في المولد وقصيدة في ذكرى الشهادة. قال: هذا الكتاب أنا كتبته في ليلة واحدة، ما ذكر قصته طبعا. ثم قال: إن شاء الله تعالى الله عز وجل يثيبني. أشعار أبيات في مدح أهل البيت ورثاء أهل البيت، وأأمل بهذه الأبيات وبغيرها شفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا الكتاب ما يفيد. هكذا تعبيرك، كتاب كتب أبيات شعرية كتبت في ليلة واحدة ما تفيد. هو يقول هكذا: القصيدة التي تبقى هي قصائد سيد حيدر الحلي. السيد يقول: القصيدة التي سنة كاملة الشخص يعمل عليها، الشاعر يجهد نفسه على هذه القصيدة، هذه القصيدة التي تبقى مئات السنوات، القصائد التي قيلت في ليلة واحدة، إن شاء الله أحصل على الثواب، إن شاء الله أحصل على شفاعة أهل البيت، ولكن ما تنفع.
طبعا أنا في ذلك الوقت شاب، ما كان عندي جواب على هذا الكلام للسيد رضوان الله تعالى عليه، ولكن أنا الآن عندي جواب على كلامه. جوابي على كلامه أنه صحيح أن قصائد سيد حيدر الحلي تنبئ عن عبقريته، عن تعبه الكثير، قصائد تبقى لقوتها، ولكن تصوري أن كتاب المدائح والمراثي أيضا كتاب يبقى لعله ليس لقوة الأبيات الشعرية، وإنما لهذه العبقرية، أن شخصا مضطرب، أن شخصا مضطرب البال في وضع اضطراب، شخص محكوم عليه بالإعدام في بلد مخابرات، المخابرات القوية يبحثون عنه، في هكذا ظرف، في ليلة واحدة يقول هذا الكم من الأبيات الشعرية، هذه أيضا عبقرية. كم بيت يصير؟ 28 قصيدة، كل قصيدة 14 بيتا، كم بيت يصير؟ 28 في 10 280، 4 في 28 392 تقريبا، على ما لعله 92، قريب 400 بيت. بيت 400 بيت من الشعر، شاعر مضطرب البال في ليلة واحدة يقولها، هذه أيضا عبقرية. لعل التاريخ كيف ما يشاء الله سبحانه وتعالى، أقول لعله إن شاء الله تعالى أيضا يخلد هذا الكتاب، لا لقوة الشعر، لأن هذا الكتاب ينبئ عن عبقرية. لا علينا، كلمتان أريد أن أقولها هذه الليلة. الكلمة الأولى الإتقان. أي عمل تعمله أتقنه، مثالنا كان سيد حيدر الحلي مثلا، أو أي مثال آخر، عمل صغير أم كبير، العمل أتقنه، يسوى أم لا، لا فرق، أتقن العمل. الناس يقدرون إتقانك أو لا يقدرون إتقانك، لا عليك، أنت أتقن لله سبحانه وتعالى. الله يعرف، الناس ما يعرفون حتى لو كان كذلك، الناس لا يقدرون، فليكن. أنا أتقن عملي لله سبحانه وتعالى، العمل المتقن الله عز وجل يحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب شيئا، أنا لأجل هذا الشيء أتقن هذا العمل. فرضا قضية عادية جدا، هذا يكون متقنا أو لا يكون متقنا، ما هي أهمية هذه القضية؟ حتى لو كان، أنا لأجل الله سبحانه وتعالى أتقن عملي في أي شيء كان، أنا شاعر، أنا مؤلف، أنا خطيب، أنا عامل، أنا تاجر، أنا موظف، أنا أي شيء، أتقن عملي. الشيء لا أنتقل من هذا الشيء إلى شيء آخر إلا بعد إتقانه، لا أنتقل من هذه المرحلة الدراسية فرضا، الشباب اللي في الدراسة الآن جاي يدرسون، أتقن دراستك لله سبحانه وتعالى. البعض يقول الإنسان يأخذ الشهادة ويتوظف، أصلا وظيفة ثانية بعيدا عن شهادته، أصلا الشهادة في مجال، وظيفته في مجال ثاني، أصلا ما راح يستفيد. أنت أتقن لا للشهادة لا للوظيفة، لله. الله يحب أن تتقن؟ نعم أتقن. الإتقان، قبل أن أنتقل للكلمة الثانية، الإتقان بحاجة إلى أمور. أولا وهو أهم شيء، توفيق من الله سبحانه وتعالى، بركة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا الشيء الأول، أساس كل شيء، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك،
يطلب من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التوفيق لذلك. ثانيا يعني الإتقان يحتاج إلى علم، إلى معرفة. أنت تتمكن أن تتقن شيئا بدون معرفة طريقة الإتقان؟ أنت تريد أن تصنع هذا شو اسمه؟ مايكروفون. تريد أن تصنع شيئا بدون أن يكون لك علم في طريقة الإتقان تتمكن أن تتقن؟ لا. فأولا تعلم كيف تتقن، ثم الأمر يحتاج إلى ممارسة، ليس فقط مجرد علم، ممارسة ما تعلمته. أنت تعلمت علميا كيف تصنع الميكروفون، لا أقول ميكروفون، هذا محارم، شنو اسمه؟ محارم الورقية، مو شيء شو يسمونه هنا؟ كلينكس. حتى هذا شنو قيمته هذا؟ حتى هذا أتقنه. لازم تكون عندك معرفة كيف يتقن هذا الشيء، وثم تمارس. تريد أن تحفظ شيئا، أنت يلزم أن تعرف كيف تحفظ ثم تمارس الحفظ. الحفظ درجات، احفظ الشيء أفضل بأفضل صورة. أي شيء تعمله أد الشيء أفضل ما تتمكن منه، ثم انتقل إلى شيء آخر. هذا الإتقان يجعل قصائد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه حسب الظاهر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، وإلا قصائد سيد حيدر الحلي لها قابلية أن تبقى مئات السنوات، لعله آلاف السنوات. هذا القصائد ما تصبح من الماضي، ما تصبح شيء أكل عليه الدهر وشرب، لا، الآن تقرأها أصلا. وحفت بمن حيث يلقى الجموع، يثني بماضيه وحدانها. منو هذا وحده؟ هو بجمع من الأرض سد الفروج. هؤلاء عددهم الذين جاءوا لقتال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، عددهم من كثرة عددهم سدوا فروج الأرض. بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها. غطى من كثرة العدد، ما تشوف ارتفاع وانخفاض. لاحظ الوصف الرائع. فما أجلت الحرب عن مثله صريعا. هو صريع، صريع لحظاته الأخيرة، ساعته الأخيرة. صريعا يجبن شجعانها. مو الناس العاديين يخافون منه، الشجعان يخافون منه، هو صريع. لاحظ الوصف الرائع. ليش هذا الوصف رائع؟ شعراء بكثرة، ولله الحمد، ولله الحمد. شعراء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، شعراء الطف أيضا بكثرة، جزاهم الله خير جزاء المحسنين، لا استقلالا من أعمالهم، لا، ولكن هذا الشعر لماذا هكذا يرتقي؟ سيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليه أيضا من الشعراء الأقوياء جدا، أيضا بالإتقان. وما كان يتقن سنة كاملة مثل سيد حيدر الحلي، ولكن أيضا شعره متقن. عبست وجوه أبي الفضل سلام الله عليه يقول: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين. الوصف الرائع، يعني شوفوا الشعر شنو هو. الشعر قوة توصيف الشيء وقوة التأثير. واحد يقدر يسمع هالأشعار إذا يفهم معانيها. أصلا الإنسان يريد من الوجد، من وصفه، من وصفه القوي يطير الإنسان. كثير رائع. صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدام. الخيول بعضها سوداء بعضها بيضاء، لا، في يوم عاشوراء كلها كانت حمراء. شوف الوصف. قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. الصارم السيف القاطع، الصار السيف في الحرب ما يبقى صقيل، الصقل ما له يروح، اللمعة ما له تروح، يصير عليه دم. يقول سيف العباس عليه السلام بقي صقيلا في يوم عاشوراء.
يعني شنو؟ سرعة الضربة، إذا شيء مررت به بسرعة على مكان الأثر ما يبقى عليه، جدا لازم يكون سريع ولا الدم يبقى. يقول سيف العباس في يوم عاشوراء، مع أنه دخل في الميدان، مع أنه قاتل، ولكن سيفه بقى صقيل، قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. صاعقة السماء شيئان، وصفان في الصاعقة، الصاعقة جدا سريعة، وإذا نزلت على مكان خلص تخربه، ما تبقي شيئا. يقول سيف العباس مثل الصاعقة، جدا سريع، وإذا نزل على واحد خلاص منتهي. وصف الشجاعة، شوف شلون الوصف. لولا القضاء لمح الجيوش، يقولون هو قايل الوجود مو الجيوش، البعض يقولون الجيوش. لولا القضاء لمح الجيوش بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. هذا الوصف الرائع في جانب شجاعته، يبين شجاعة أبا الفاضل شلون بالوصف الرائع، وفي وصف المظلومية نفس القصيدة عندما يصف مصرع أبا الفاضل، أبا الفاضل عليه السلام، ومشى لمصرعه الحسين، وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، ألفاه محجوب الجمال، كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. ما أريد أقرأ لكم مصائب، تذكرون بعض الأبيات بعد هذا البيت اللي أنا قرأته، جدا مؤلم. يعني ذاك الوصف الرائع في نفس القصيدة، شلون الانتقال، هذا من وين صار؟ سيد جعفر الحلي شنو هو؟ على حال بقية الشعراء، أتقن صارت هذه القصائد. هذه القصائد تنتهي إذا مرت مئات السنوات، تنتهي حسب تصورنا، يعني حسب انطباعنا عن الماضي وانطباعنا عن المستقبل، إلا أن يشاء الله عز وجل، إرادة الله فوق كل شيء. هل القصائد راح تنتهي بهالقوة؟ الإتقان، هو كان شاعرا أتقن شعره. أنا أعمل شيئا آخر، أتقن ما أعمل، أي شيء كان. سأقرأ لكم بعض الروايات الشريفة، آخر شيء، آخر الروايات الشريفة. الكلمة الثانية، الكلمة الأولى الإتقان، الكلمة الثانية أنا أسمي هذا الشيء بخلاصة الحياة. كم من أصدقائكم ماتوا شباب؟ واي كثير. الموت مو معلوم متى يأتي، وما يهم متى يأتي، هذا شيء مو مرتبط بينا أصلا، غيرنا يقدر والموت يأتي. أهلا بالموت وسهلا بالنسبة للمؤمن، أهلا بالموت وسهلا، الموت مو مشكلة، الموت انتقال إلى عالم أعظم للمؤمن. يكفي في عظمة الموت وعظمة عالم البرزخ أن الإنسان هناك يرى أنوار محمد وآل محمد. أنا عمري أي شيء كان، عمري كان 100 سنة، عمري كان 10 سنوات، 20 سنة، عمري كان 50، أي شيء كان، متى ما جاء الأجل، خلاصة حياتي ما هي؟ 99% من الناس، وأكثر من 99%، ما عندهم شيء مهم حياته، شنو؟ أكل فترة وشرب فترة واستانس فترة وتأذى فترة وفي مالا، بس هذا شنو مسوي؟ ماكو فت خلاصة، فت كلمة تلخص هذا الشخص في كلمة، في كلمتين، في 10 كلمات، ماكو.
هذا أكثر الناس. بعض الناس لا، خلاصة حياتهم شيء، خلاصة حياتهم كلمة مهمة، كلمتان مهمتان، 10 كلمات مهمة، مسوي شيء مهم، مسوي شيء كبير. السيد حيدر الحلي توفي وأنا هم راح أموت، ولكن السيد حيدر الحلي خلاصة حياته، أتمكن أن ألخص حياته في قصائده الحولية. قدم قصائد قل نظيرها في تاريخ البشر، أقول بقوتها قل نظيرها. وهذا اللي قدمه مو أشعار في التوافه وكثير جميلة، لا، أشعار في أفضل شيء خلقه الله في الإمام سيد الشهداء، القصائد الحولية عن سيد الشهداء كلها صلوات الله وسلامه عليه. قصائد سنة كاملة يشتغل على هذه القصيدة، شيء خلاصة سيد حيدر الحلي قصائده الحولية. السيد محمد المجاهد رضوان الله تعالى عليه خلاصة حياته شنو؟ أنه قرع الروس، منع أن تدخل الروس إلى بلاد المسلمين. السيد محمد المجاهد قبل ما يقارب من 200 عام تقريبا كان، أو أقل من 200 عام، خلاصة حياته شيء يمسوي في حياته شيء مهم. رقم الشيخ الأنصاري خلاصة حياته ما هي؟ عنده خلاصة؟ نعم الشيخ الأنصاري عنده خلاصة. خلاصة حياته شنو؟ رقاء الفقه، رقاء الأصول، المكاسب والرسائل، خلاصة حياته مسوي شيء مهم. المجدد الشيرازي الكبير شنو مسوي؟ عنده خلاصة؟ نعم عنده خلاصة. خلاصة حياته قضية التنباك وقضية أفغانستان، قضيتان مهمتان، خدمة كبيرة جدا أداهما للمؤمنين للمسلمين. الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه من فقهائنا قبل 250 سنة تقريبا، أدى شيئان، شيد الأصول، أرجع الأصول. الأصول اضمحال أو ضعف جدا بسبب نظرية بعض الفقهاء رضوان الله عليه، لا أدى شيئا، مسوي شيء، ربى جيلا من الفقهاء الكبار أمثال سيد مهدي بحر العلوم، هذا تلاميذ الوحيد البهبهاني. سيد مهدي بحر العلوم صاحب القضايا المشهورة، هذا من تلاميذ أمثال المحقق القمي رضوان الله عليه، الميرزا القمي، أمثال صاحب الرياض وغيرهم، ربى جيلا مسوي شيء. أنا خلاصة حياتي شنو؟ أنا شنو اليوم عندما أموت أو بعد 100 سنة؟ ماكو فرق، أي وقت أنا عندي خلاصة في حياتي أم لا؟ خلي تكون عندنا خلاصة لحياتنا. يعني شنو قصدي؟ أنا في حياتي أؤدي على الأقل شيئا واحدا كبيرا، على الأقل شيء واحد، شيء كبير. مو أشياء صغيرة، أشياء كبيرة بمقداري. الشيء الكبير لا يكون إلا طبعا بعد التوفيق من الله عز وجل. الأساس هو التوفيق، الأساس بركات من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا الأساس. بعد هذا الأساس الشيء العظيم لا يكون إلا بتعب وصبر وتركيز، 3 أشياء بعد التوفيق طبعا، تعب صبر وتركيز. سيد محمد جواد العاملي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب مفتاح الكرامة، اسألوا الفقهاء مفتاح الكرامة يعني شنو؟ مفتاح الكرامة كتاب فقهي طبعا
في مجاله لا نظير له. ما أقول قل نظيره، إلى الآن ماكو مثله في مجاله. هو جانب معين فقهي، أكو كتب فقهية أفضل منه في جوانب ثانية، الجواهر أفضل من مفتاح الكرامة في جانب، مستند النراقي أفضل من كتاب سيد محمد جواد العاملي من مفتاح الكرامة في جانب، ولكن مفتاح الكرامة إلى جانب معين، في هذا الجانب لا نظير له. اسأل الفقهاء. سيد محمد جواد العاملي إنسان مو في بداية حياته دخل في الحوزة العلمية، لا شوية متأخر دخل، وظروف صعبة ذيك الأيام اللي بدايات الوهابيين هجموا على النجف الأشراف، وهذا كان في النجف أيام حرب مو أيام سهلة، وكاتب كتاب مفتاح الكرامة. مسوي شيء في حياته يحتاج إلى تعب، صبر، تركيز. أولا لازم الإنسان يتعب. هكذا الشخص يؤدي شيئا استثنائيا ماكو شيء في الدنيا، ماكو شيء. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لازم سعي، لازم تعب. الشيء الآخر صبر. أنا أريد بين ليلة وضحاها خلال نصف سنة أدي شيئا كبيرا، ما يصير، ما يصير، مو ممكن. الشيء الكبير لازم يكون شيء متعوب عليه سنوات، ولا ما يصير شيء كبير. ينقلون يقولون واحد راح لإحدى الحوزات العلمية الكبرى، قال له شنو جاي، شو تسوي هنا؟ قال جاي أصير فقيه كبير، مجتهد كبير. قال له يعني ناوي بأي ثمن؟ قال أريد أصير فقيه كبير حتى لو طول سنتين. ما يصير. سيد محمد جواد العاملي بسنتين وبعشرين سنة ما صار سيد محمد جواد العاملي. يحتاج تعب، يحتاج صبر، يحتاج تركيز. إخواني الإنسان الطبيعي يحب أشياء مختلفة. أنا فرضا في العلم، إذا أريد أمثل، هي القضية مو خاصة بالعلم، حتى العمل نفس الشيء. في مجال العلم كمثال، أنا أحب أتعلم هذا الشيء، أحب أتعلم هذا الشيء، أحب أتعلم. الإنسان يحب، عنده هواية، هواية تعلم أشياء. الشباب في هذا اليوم يحبون يتعلمون برامج، يسموها تطبيقات، مو برامج على بعد، ما يسموها برامج، مال الكمبيوتر يسموها برامج، تطبيقات مال هذه الأجهزة الذكية. وشي أتعلم هذا التطبيق، شلون يكون، شلون يعمل، شلون كذا. شوية إذا ارتقى مستوى العلمي، كيف ما أدري شنو يسموها، سابقا كانوا يسموه البرمجة، هذا يسموه برمجة ولا لا؟ تطبيقات يسموها برمجة. كيف برمجة التطبيق؟ شوية شوية يريد يتعلم كيف هو يبرمج تطبيق معين. خب هذا أحب. وفي هالمجال هم أريد أكون طبيب، وهم أريد أتعلم السياقة، وأتعلم تفاصيل السيارات، وأتعلم ما أدري كذا. هواية الإنسان أنه يتعلم أشياء مختلفة، هذه هواية، مو مشكلة، بمقدار الهواية ما يخالف. هذا شيء يحتاجه تحتاجه نفس الإنسان، هذا مو مشكلة. ولكن لازم يصير تركيز على شيء، على الأقل شيء. بدون التركيز الشيء ما يطلع شيء كبير. سيد محمد جواد العاملي رضوان الله تعالى عليه عنده أشياء عديدة، كان يحارب الظلمة، وكان يروح بس مركز على هذا الجانب. طلع كتاب مفتاح الكرامة، هذا الكتاب العظيم، سوى شيء كبير جدا في حياته. ليش؟ لأنه تركيزه كان على هذا الكتاب. صاحب الجواهر ركز على كتاب الجواهر، صار كتاب الجواهر هذا الكتاب الفقهي الكبير إلى زمنه وإلى بعد زمنه، إلى أكثر من 100 سنة، أكبر موسوعة فقهية كان الجواهر. طبعا السيد العام رحمه الله كتب موسوعة أكبر منه، بس هو إلى الآن، يعني هو إلى الآن، الآن أكبر موسوعة فقهية هي موسوعة الفقه للسيد العام رضوان الله عليه، ثاني أكبر موسوعة فقهية موسوعة الجواهر بعد مرور قريب 200 عام على وفاته، 1246 توفي هو،
قريب 200 سنة الآن صاحب الجوهر متوفى. ثاني أكبر موسوعة فقهية 43 مجلد، مو شيء سهل. 43 مجلد تكتبه مو كتابة عادية، هذه مو قصص، كتابة مركزة كل كلمة كاتبها بالتركيز. ركز خلاصة حياة صاحب الجواهر، الجواهر الكلام أصلا سمي بصاحب الجواهر، أكثر الناس اسمه ما يعرفوا أصلا، أكثر الطلبة اسمه ما يعرفوا. شنو اسم صاحب الجواهر؟ الطلبة أكثرهم ما يعرفون، طلبة رجال الدين يعني قصدني، صاحب الجواهر اشتهر بهذا الاسم. يحتاج العمل الكبير إلى بعد التوفيق من الله عز وجل وبركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى تعب صبر تركيز. ركز في حياتك على شيء واحد على الأقل، تقدر تركز على أكثر من شيء ما يخالف، تأدي أكثر من شيء كبير جزاك الله خير الجزاء، ما تقدر على الأقل ركز على شيء واحد، اتعلم تطبيقات وروح حمل الونسة والعب كل زين ما يخالف، بس تركيزك يكون على شيء. شو اللي تريد تأدي؟ أدي شيء واحد. سيد حيدر الحلي ركز على هذه القصائد، صارت هذه القصائد. المجدد الشيرازي يقولون سألوه بعد قضية التنباك أن هذه القضية مهدت لها، قال أنا 30 سنة أمهد لقضية التنباك، 30 سنة تمهيد، تعب كان وصابر، ما استعجل، صبر إلى أن يصير وقته المناسب وتركيز، قدر يؤدي في شيء هواي كبير، أنقذ ملايين من المؤمنين. في قضية أفغانستان نفس الشيء، الإنسان اعمل ما شئت، أنتوا شباب والشباب هم هواياتهم أكثر من اللي شوية يكبر في العمر، هوايات الكبار أقل، الشباب هواياتهم أكثر يعني حالة التشعب فيهم أكثر، ما يخالف مو مشكلة تشعب، بس هم ركز على شيء. قال أخلاقكم روايات شريفة وأنا الحديث. الروايات الشريفة، خل أقرأ لكم رواية أو روايتين في موضوعنا الأول. شنو قلنا إحنا؟ كلمتين. الكلمة الأولى شنو؟ الإتقان، أحسنت. الكلمة الثانية خلاصة الحياة، حياتك خل تكون فيها خلاصة ولا تستعجل. إذا الله عز وجل أخذ عمر، خلاص أنهى عمر الإنسان، ما يخلف الإنسان جاي يمشي عدل، بالنتيجة أنا ما جاي أمشي غلط، أنا جاي أمشي حتى تكون لحياتي خلاصة أسوي شيء. المجدد الشيرازي إذا 10 سنوات قبل وفاته كان يتوفى ما كان يؤدي هذا الشيء، ما يخلف، بس عند الله عز وجل إلهي أنا كنت أسير في الطريق الصحيح، أريد أؤدي شيء كبير، مسيري كان مسير صحيح، متى يأتي الأجل أهلا وسهلا. إذا ما جاء الأجل الآن، إذا تأخر الأجل أتمكن أدي شيء. هذا الكلام الثاني. الأحاديث اللي نقرأها عن الموضوع الأول الإتقان، يمكن الحديث الأول يمكن سامعي، الحديث الثاني هم شبيه الحديث الأول. الحديث الأول في الكافي الشريف بسند صحيح على الأصح، قلت هالكلمات هم الحديث الشريف ما تحتاج إلى أسانيد صحيحة، أسقط السند الصحيح. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث، الإمام يذكر أكثر من موضوع، قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا القضية مشهورة، بعد ما دفنوا إبراهيم رأى النبي صلى الله عليه وآله في قبره خللا فسواه بيده. كثير عجيب، ظاهر العبارة اللي أنا أفهم من العبارة الشريفة أنه في مكان من القبر شوي كان مرتفع مثلا، شوي كان منخفض، النبي هذا الشيء الصغير وقبر، القبور اليوم شلون، فكيف بالقبور قبل 1400 سنة؟ البيوت قبل 1400 سنة ما كانت مرتبة، البيوت اللي الناس ساكنين فيها، فكيف بالقبور قبل 100 سنة؟ البيوت قبل 100 سنة شلون كانت؟ قبل 200 سنة شلون كانت البيوت؟ دقيقة، لا الجدران مو مستوية، لا شوية هنا عادي، هذا شيء عادي كان،
فكيف بالقبر؟ القبر من كان يهتم به؟ اليوم القبور ما حد يهتم بها. قبر هذا قد توفي، روحه في أعلى عليين إن شاء الله إذا مؤمن. القبر شنو قيمته أصلا؟ ويبدو ما كان فد شيء ملحوظ، فد شيء عادي كان النبي سواه. هذه كلمة سواه، لعله شوية ارتفاع كان وشوية انخفاض يمكن. ثم قال صلى الله عليه وآله: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن. حقيقة رواية عجيبة. أنا شايف بعض الفقهاء جزاهم الله خير الجزاء ذاكرين من مستحبات في باب دفن المؤمن، في الدفن، في واحد الدفن في الفقه يبحثون هذا الشيء، يذكرون أنه من المستحبات أن الإنسان يتقن القبر. القضية مو قبر، جزاهم الله خير الجزاء، كلامهم صحيح، استدلالهم بهذه الرواية الشريفة استدلال في محله، بس القضية مو قضية قبر. النبي صلى الله عليه وآله جاي يسوي شيء في شيء عند الناس تافه جدا ما يسوى أصلا. النبي يقول حتى هذا الشيء اللي ما يسوى، القبر اللي ما حد يلاحظه، شوية ارتفاع وانخفاض، لا أنا أرتب، جاي يسوي قبر، حتى لو قبر أسوي عدل. القضية مو قبر، القبر مثال عادي جدا، فكيف ببقية الأمور؟ أنا دراستي ما أتقنها، دراستي اللي هي جزء من مستقبلي، دراستي اللي خدمتي للدين، خدمتي للناس، قربة إلى الله تعالى، هذه ما أتقنها. يعني بعض الناس، مو أنتم إن شاء الله، بعيد عنكم. القبر النبي، رواية ثانية هم أيضا في القبر، هذه الرواية الشريفة نقلها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب العلل وفي كتاب الأمالي عن عبد الله بن سنان عن الإمام أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل حتى لحد سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مرة تكلمنا هناك في المسجد عن عظمته، هذه الشخصية مرموقة جدا، وقيمة سعد بن معاذ خلاصة الكلام، قيمة سعد بن معاذ في كلمة واحدة: حبه الاستثنائي لأمير المؤمنين وعمله الاستثنائي في سبيل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وروايات أكو في هذا المجال، قلنا بعض الروايات الشريفة في المسجد. رسول الله صلى الله عليه وآله واي عظمه، مشى في جنازته حافيا حاف القدمين حاصر الرأس بدون عمامة، مشى في جنازته، وقال في حديث موثق أنه 70,000 وفي بعض النسخ 90,000 على ما ببالي من الملائكة حضرت تشيع جنازته بما في ذلك جبرائيل. النبي صلى الله عليه وآله يقول شخصية مرموقة جدا، كان متفاني يحب أمير المؤمنين، يعني شيء استثنائي، روايات تبين حبه، ويعمل في خدمة أمير المؤمنين، في تعظيم أمير المؤمنين، شيء استثنائي. النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه الشريف هو نزل إلى قبره، نزل حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوى اللبن عليه وجعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن. أوه في ذاك اليوم، الآن جاي يخلي لبنات، بعدين هم يريدون يهلون التراب. النبي هذه اللبنات كان يخليها شو يسمون، طابوك، طابوك، يخلي طابوك، يخلي اللبنات هذه، طبعا شوية يبقى فراغ بين لبنة ولبنة، يأخذ شوية طين يسوي هذا المكان حتى لا يبقى فراغ، وبعدين يريدون يهلون التراب ما يبقى شيء أصلا. لا، هذا المكان اللي جاي يسوي النبي يسوي عدل، يسد به ما بين اللبن. فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره هناك تحت عدل، وبعدين حثوا التراب سوى القبر، القبر هم عدله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء أو البلاء،
ولكن الله، هذا كلامي قلت لكم، الله عز وجل يحب إتقان العمل، هذا مو كلامي، هذا كلام هذا الحديث الشريف، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. النبي هم ذكر هذا الشيء في قضية القبر حتى احنا نفهم، حتى لو قبر انت تسوي شيء احكمه. في ذاك الحديث الثاني فليتقن اتقان، الاتقان، والكلمة الثانية خلاصة الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة المعصومين الطاهرين، ببركة محمد وآل محمد، أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجنبنا جميع معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجيب.